مستمعينا الكرام، كنرحبوا بكم في حلقة خاصة وجديدة من برنامج منبر الجامعة. إذا حلقة اليوم تبث مباشرة من مقر رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة حول موضوع الموارد الرقمية في خدمة التعليم والتكوين الجامعي عن بعد. فمن بعد قرار وزارة التربية الوطنية توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول من يوم الاثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، بما في ذلك يعني رياض الأطفال، جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر الغير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة اللي هي البعثات الأجنبية، وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية. فوزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك وزارة الصحة، إكدات إلى علم كافة التلاميذ والطلبة والمتدربين والأمهات والأباء وجميع المواطنين أن توقيف الدراسة لا يعني أن الأمر يتعلق يعني بعطلة دراسية استثنائية، ولكن القرار كيتعلق بتوقيف الدروس الحضورية وتعويضها بالتعليم عن بعد. يعني الدراسة عن بعد غادي تتم بطرق بديلة، واللي غادي نتعرفوا عليها اللحظة رفقة ضيوفنا الكرام، دائما رفقة الأستاذ الدكتور بن عيسى الأطرسي. أستاذ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. كذلك غادي نرحبوا بالسيد الأستاذ رشدي المسوسي، وأستاذ التعليم العالي ومدير المركز الجامعي للموارد المعلوماتية. أستاذ رشدي أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، شكرا. كنرحبوا أيضا بالأستاذة مريم الشرقاوية، أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمكلفة بمهمة برئاسة الجامعة. مريم أهلا وسهلا بك. شكرا على كرم الاستدعاء. وفي آخر الحلقة أستاذ غادي يلتحق بنا السيد محمد دامير، ونائب الرئيس والمكلف بشؤون الأكاديمية والبيداغوجية. إذا أستاذ بن عيسى الأطرسي، مجموعة من التساؤلات اللي طرحت يعني مباشرة من بعد ما قررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بالمغرب في إطار يعني التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا. فأستاذ أطرسي، أولا فيما يتعلق بالدراسة عن بعد، هل هي أول تجربة للجامعة المغربية؟ شكرا على هذا الموضوع اللي كيجي في واحد الوقت يعني مهم جدا، حتى نضع النقط على الحروف في مجموعة من المعلومات الصحيحة. تكنولوجيا المعلومات والتواصل من أجل التربية لم تعد اليوم مكملة أو إضافية، بل أصبحت من الأساسيات، مندمجة فيما يسمى بالسيبر كولتور في إطار يعني واحد السوق هام جدا اليوم اللي كيتسمى السيبر مارشي دو فورماسيون، اللي كتستحوذ عليه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بما يزيد على 80% من الموارد. إذا هو سوق ضخم جدا، هو سوق اقتصادي كذلك مهم جدا. هذا السوق الافتراضي الإلكتروني للتكوين مر في المغرب من عدة مراحل. اليوم ماشي احنا اليوم أول مرة غادي نتعاملوا مع التكوين عن بعد، ولكن هناك يعني عدة محطات، عدة برامج، منها البروجي نيميريك 2013، منها البروجي تيسي دو لونسينيومون، منها واحد البروجي لوحاتي، بروجي إنجاز. إذا مجموعة من المحطات مر منها الجامعة المغربية كفضاء التكوين الجامعي عن بعد، منفتح، مجاني، سهل الاستعمال ومرن. هذا من جهة. لابد كذلك الأخت جيهان أن نشير إلى نقطة أساسية، هو أنه المشرع المغربي واكب هذا التحول في إطار القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة المادة 33 اللي كتحط الحكومة والوزارة والجامعة لاتخاذ جميع التدابير لتطوير الموارد والوسائط، بما في ذلك إحداث المختبرات، الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين متخصصين في هذا المجال، ثم تنويع أساليب التكوين والدعم الموازية. من هنا نريد أن نقرب الأستاذ والطالب بالخصوص، اللي هما معنيين أساسا بهذه الخدمة، ولكن كذلك المواطن بصفة عامة، كيفاش يعني كتمر الأمور للتدريس عن بعد وتقريب المعلومة باش توصل أي طالب في أي مكان كان يعني حتى لدارو.
إذا من هنا غادي ربما غادي نطرحوا السؤال على الأستاذ رشدي المسوسي بحكم هو يعني متخصص في هذا المجال داخل جامعة بن طفيل، باش نعرفوا يعني الحجم ديال هذه البنية التحتية، ثم كذلك الموارد البشرية والهيكلة داخل الجامعة كنموذج. هناك جامعات أخرى يعني كتحدو حدو جامعة بن طفيل، وكنبغينا ناخذ هذا النموذج ونشوفوا مدى يعني القيمة والحجم ديال هذا الاستثمار في هذه المنظومة ديال التكوين عن بعد، ثم كذلك الإنتاج والإبداع فيما هو رقمي حتى نرقى بهذه الخدمة اللي أصبحت ضرورية، وكما قلت هو يعني واحد السوق اللي أصبح مهم جدا اليوم، اللي هو حتما جميع الجامعات اليوم، جميع المؤسسات التعليم العالي خصها تدخل فيه بغض النظر على هذه الأزمة ديال اليوم ديال كورونا أو لهذه المسائل الأخرى اللي كتواكب يعني أحيانا من حين لآخر الأزمات. اليوم هذا التعلم عن بعد ولا ضرورية يعني ملحة باش الجميع ينخرط فيها، وحنا غنشوفوا اليوم ربما غادي نتبعوا في هذه الأحداث اليوم ديال هذه الحلقة هذه كيفاش نحثوا يعني الجميع الطلبة والأساتذة أنهم ينخرطوا فيها بجدية. نعم، دنا أستاذ رشدي المسوسي يعني تكلم أستاذ على 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 التكوين يعني بشكل عام، وخصوصا التكوين عن بعد، يعني هل الجامعة المغربية عندها يعني أو كتوفر على الدعامات الإلكترونية اللازمة؟ تفضل أستاذ. شكرا على الاستضافة وشكرا على المبادرة اللي جات في واحد الوقت مناسب بزاف اللي كتعرفوا المغرب خاصة والعالم بصفة عامة. فعلا أنا إذا سمحتوا لي غادي نعطي من خلال التجربة ديال جامعة بن طفيل يمكن غادي نعطي ونظرة على الجامعة المغربية بصفة عامة شنو هي الوضعية ديالها. إذا أخذنا الوضعية ديال جامعة بن طفيل غنبدأ بالكيفية باش حنايا منظمين نفسنا، وهو هذا المركز اللي أنا كنشرف عليه واللي هو مركز جامعي كيتكلف بجميع المسائل اللي هي كتهم المعلومات ولا الانفورماتيك المعلوماتيات في الجامعة، منها الشبكة ديال الانترنت اللي كتتواصل مع وسط المؤسسات ومع الخارج الانترنت، ومنها التجهيزات واللي سيرفيس نيميريك اللي كتوفرهم الجامعة. فعلا احنا جامعة بن طفيل خلال السنوات الأخيرة من خلال واحد البرامج كبار وعودنا وعود وفرنا وجددنا الخلية التجهيزات ديال الشبكة الانترنت على شمول الجامعة. نعم، وهذا اللي سمح لنا باش نوفر واحد الجودة من ناحية التواصل في وسط الجامعة ومع خارج الجامعة. ألوغ من فوق هذا بنينا واحد المجموعة ديال الخدمات اللي هي الكترونية اللي كتنفع من أول درجة المؤسسة في تدبير الموارد ديالها كاملة البيداغوجية والمعلوماتية بصفة عامة، وكتسمح لنا في نفس الوقت نتواصلوا مع المكونات ديال الجامعة اللي هما الطلبة الموظفين والأساتذة حتى هما اللي المكونات ديالنا. دونك هاد البرامج هما متنوعين، كاين اولا البرنامج ابوجي اللي هو كيجمع المعلومات العامه ديال الطلبه والمجموعات البيداغوجيه ديالهم والسير ديالهم في وسط الجامعه من اللي كيدخلوا ليها حتى كيخرجوا. هذا برنامج اللي هو عام على الجامعات المغربيه كلها، وفوق هذا البرنامج كنوفر واحد المجموعه ديال المسائل. الوغ الى عطيت المثال ديال الفضاء الرقمي ديال الطالب، هو فضاء شامل فيه جميع لي سيرفيس نيميريك اللي كتوفرهم الجامعه للطالب، يعني الخدمات الرقميه كلها اللي كان كيتم اعتمادها. يعني هذه مده يعني ماشي مع هذه الظرفيه الجديده. لا، هذا الشيء احنا كنهضروا على المسائل اللي هي موفره في الجامعه من هذه السنين. على الاقل اربع سنين هذه باش هذه الموارد موجوده. اذا هذا الفضاء الرقمي كيسمح للطالب
بواحد الصفه شفافه كيدخل ويطلع على المعلومات اللي كتهمو كامله، منها المعلومات البيداغوجيه، منها استعمالات الزمن ديالو الخاصه، معناها فيها النقاط ديالو، الامتحانات، البرامج، ومنها كيمكن له ياخذ حتى الوثائق، حيث ان الطالب كيمكن له ياخذ لي غولفي دو نوت ديالو، كيمكن له ياخذ الوثائق ديال الاداريه بحال لا باتيساسيون لانسكريبسيون ديالو. باختصار كل الوثائق اللي هي اداريه واللي كتوفرها الجامعه كيمكن الطالب يتوفر عليها في هذا الفضاء. نعم، هادو المسائل البيداغوجيه، وحده هذا كاينين مسائل اخرى، البيبيوتيك، الخزانه الجامعيه اللي كتوفرها المؤسسه، واللي كيمكن الطالب اترافير هذه البوابه يشوف كل شيء، الموارد البيداغوجيه اللي هي موفره في المكتبات ديال الجامعه. باش نبقاو في هذه الخدمه الرقميه، حنا كنعرفوا الجامعات المطوفيه اليوم عندها ما يزيد على 50,000 طالب، هناك على ما اتذكر 8 مؤسسات جامعيه، 8 مؤسسات جامعيه، اذا واحد العدد هائل جدا ديال الطلبه وديال الاساتذه. شنو هما المنصات البيداغوجيه اللي هي موجوده والطالب كيدخل ليها باريحيه، يعني ما فيهاش اشكاليه بغض النظر على الازمه اليوم اللي كنعيشوها ديال الكورونا؟ فعلا هنا غادي غير واحد نفتح واحد القوس باش انتخدوير باش نقدم هاد الخدمات الرقمية. هو الجامعة بنو طفيل هادي واحد 3 سنين اعتمدت واحد الخطة ديال تعميم البريد الإلكتروني المؤسساتي على جميع المكونات ديال الجامعة. شنو القيمة ديالو هاد البريد الإلكتروني باش يعرفوه الطلبة؟ شنو القيمة ديالو؟ هو هذا النقطة اللي غنفسر. هو البريد الإلكتروني أولا تعريف، هو حاجة مهمة، هو كيعرف بأن الطالب ولا الأستاذ ولا الموظف كينتمي لمؤسسة جامعية اللي هي رسمية، ما كيكونش واحد البريد الإلكتروني اللي هو خاص واللي ممكن أي واحد يكون، وهذا فيه تعريف. ويكون مؤسساتي، هذا يعني مؤسساتي، خاص الطالب لأن هذا باش يستفد من الخدمات، واحد المجموعة من الخدمات اللي يعني ذكرتها الأستاذ المسوسي، بما في ذلك يعني سحب الوثائق، التسجيل، إعادة التسجيل، يعني الاطلاع على البيانات، إذا ضروري خصو هذا البريد الإلكتروني المؤسساتي. بطبيعة الحال، باش لأن هو بحال ان ايدنتيفيون ناسيونال، هذا سيت ان ايدنتيفيون اونيك واحد اللي كيعرفنا الطالب شكون هو، تاع ملي كيتصل بهذا لو سيستيم انفورماتيك ديال الجامعه، هذا لو سيستيم كيعرفو ليدنتيفي وكيمكن له يتواصل معاه، مصيفطو هذا واحد. هذا البريد من غير الصفه ديالو ديال وسيله ديال التواصل، هو وسيله عنده واحد المجموعه ديال الادوات ديال العمل للطالب، منها ادوات ديال الكتابه وديال نابل ليديسيون دو بيروتيك اللي بحال اعداد تريتمون تيكست، طابلور، مسائل اللي هي انتيغري فيه، اللي هي داخله فيه، ومن ومن ومع هذا الشيء عنده ادوات ديال الدراسه. هما هاد لي بلاتفورم اللي هضرت عليهم استاذ الطراسي، منهم اون بلاتفورم اللي هي انتيغري في هاد الكلاس روم اللي كنسميوها كلاس روم، وفيهم وعد اكوتي تاع عندنا اون اوتر بلاتفورم اللي كنسميوها موديل، واللي هي على العلم ديالي تقريبا جميع المؤسسات الجامعيه في المغرب كتوفر عليها وكتوفرها للطلبه ديالها. نعم، بالنسبة للظرفية الجديدة اللي كنعيشوها كاملين، كيفاش غادي يتم التنسيق ما بين الإدارة، ما بين الأساتذة، ما بين الطالب لإنجاح يعني هذه الورشة البيداغوجية الجديد؟ نعم، هو هادشي اللي غادي تجاوبنا عليه مريم الشرقاوي. تفضلي مريم. إذا مريم الشرقاوي هي أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمكلفة بمهمة رئاسة الجامعة. تفضلي مريم. شكرا على هذا السؤال. بادئ دي بدء لازم نذكروا بالإطار القانوني اللي تشتغل فيه جامعة ابن طفيل لإدارة هذه الظرفية الاستثنائية. هذا الإطار القانوني كان لقوا بأن المذكرة اللي جات فيه من طرف وزارة التعليم العالي هي المذكرة ديال 14 مارس الموجهة للجامعات بشأن التدابير الاستباقية المتعلقة بوباء كورونا. وفي هذه المذكرة اللي جات في 14 مارس جاو ثلاثة ديال النقاط الأساسية. النقطة الأولى
هي توقيف الدراسة ابتداء من 6 مارس حتى إشعار آخر. هذا هو 16 مارس. 16 مارس حتى إشعار آخر. النقطة الثانية هي تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة وخاصة تسخير الوسائل التكنولوجية لاستمرارية توفير مضامين التلقين والتأطير الموجهة للطلبة. وهنا لازم نوضعوا واحد السطر على مضامين التلقين والتأطير، لأن التلقين ماشي هو الشغل الذي يقوم به الأساتذة الجامعيين فقط، ولكن بالإضافة إلى التلقين كاين التأطير. وفي بعض الأحيان تلقاو إذا كانت إمكانية التلقين يمكن نحلوها بالطرق ديال وضع المقررات ووضع الدروس بشكل إلكتروني والإرسالها للطلبة، لأن إلى يومنا هذا الملاحظ في جميع الوحدات الجامعية هو واحد الانخراط كبير لجميع الأساتذة في توفير المقررات والدروس ديالهم بطريقة إلكترونية. إذا أنا أظن أن هذه الإشكالية ما عادش تكون إشكالية كبيرة، لأن جميع الأساتذة كيشتغلوا بوسائل حديثة، عندهم المقررات ديالهم، عندهم نسخ مطبوعة. يعني إحنا ما نساوش أننا في 2020، إذا ما كيناش واحد الإشكالية ديال واش متوفرين الدروس بطريقة إلكترونية، هذه الإشكالية ما مطروحاش محدة. إذا الدروس متوفرة ومتوفرة بطريقة إلكترونية، هذه الإشكالية ما خصناش ندخموا منها. تبقى الشق الثاني من هذا الموضوع هو تأطير الطلبة، وهو شيء مهم، لأن الأستاذ الجامعي فاش يكون تلقي المحاضرة ديالو كاين هناك تفاعل. هذه النقطة غادي نجيو عليها من بعد، غير وأنا بغيت نعرف يعني بالنسبة للمدير وصلتوا بالقرار الجديد كيفاش تم التنسيق بين المكونات ديال الجامعة. تماما من غير هذا كما قلنا توفير مضامين التلقين والتأطير، جات هذه المذكرة ديال 14 مارس كتطلب من جميع الجامعات باش توافي الكتابة العامة للوزارة بتقرير حول الإجراءات والتدابير المتخذة بشكل يكاد يكون مستمر ويومي. إذا كاينه واحد مجموعة ديال التدابير جات من عند المذكرة الوزارية. من الطريقة اللي تعاملت معها جامعة ابن طفيل، هو أولا تم إحداث لجنة مركزية تترأسها رئيس الجامعة، وفي هذه اللجنة اللي كتسمى لجنة تتبع إدارة هذه الظرفية الاستثنائية متلين فيها رؤساء المؤسسات وكاين بنواب الرئيس، والدور ديالهم هو السهر والوقوف على التنزيل السليم ديال جميع التعليمات اللي توفرت في المذكرة. إذا بالإضافة لتأسيس هذه اللجنة اللي تم إحداثها، كاين تتبع بشكل دقيق ومستمر، ومجموعة من المعلومات كيجيونا من الوحدات التعليمية من جميع الكليات والمدارس. جامعة ابن طفيل عندها 8 مؤسسات بما فيها المدارس العليا، إذا كيجيو هناك تنسيق وثيق تنسيق يومي لمعرفة واش الأساتذة منخرطين ولا لا، الظروف واش يتم توفيرها، الدروس يتم توفيرها، شنو هما الإجراءات التي يجب اتخاذها لأجل تحسين هذه الخدمة التي يجب توفيرها للطلبة. شنو هما الإجراءات الأخرى اللي كيحتاجوها الطلبة واللي خصنا حتى هي نوفروها واللي عادي تبان بشكل تدريجي. إذا ما نساوش أننا هاد الأزمة المغرب تعرفها لأول مرة، والتعامل معها بالشكل ديالها بهذا الشكل الذي تظهر به الشكل هذا تعرفها بهذه الطريقة. إذا التعامل معها تلزم واحد الفترة ديال التفكير، وحتى يكونوا الخطط العمل التي يجب وضعها خطط مستمره، لان ماشي خصنا نديروا واحد سكون ابيل اون سو رياكسيون، ما يمكنش نوجدوا واحد مجموعه ديال واحد الوسائل بواحد الطريقه سريعه وما تكونش دائمه. خصنا نهيئوا الظروف ديال واحد الاجابات اللي مستديمه في الوقت، لان حتى المذكره اللي جات من عند الوزاره كتقول حتى اشعار اخر، وهذا يستلزم منا اننا نديروا حلول مستمره وذات جوده عاليه. يعني مازال الشغل عليها ولا غادي تكون واجده يعني في اقرب الاجال؟ الحلول بعض منها متوفر وبعض منها في طور التوفير، ولكن المهم هو انه غادي تكون متوفره بشكل اجمالي في اقرب وقت، يعني قبل نهايه شهر مارس نتمنى. لا ماشي نهايه شهر مارس، حنا كنتحدثوا اليوم على قبل نديروا الازمه بطريقه يوميه. اذا حنا الامل ديالنا هو انه تكون من هنا لنهايه الاسبوع ان شاء الله جميع الظروف متواجدة. نعم. ما هو مهم هو أننا نركز على واحد نقطة أساسية
التحسيس ديال الاساتذه بالخصوص ثم الطلبه. علاش الاساتذه؟ لانه هاد العمل ديال يعني وضع المضامين الالكترونيه في المنصات لا يجب ان يكون يعني بواحد الطريقه اللي كتسمى ستاتيك، خص يكون بشكل ديناميك يعني باش يواكبوا يعني الطلبه بشكل بيداغوجي. لانه يمكن تحط المضمون كما قالت الاستاذه، جميع الاساتذه هما متعودين على هذه المساله ديال لي بي دي اف باوربوينت الى اخره ولي فيديو يمكن يحطهم ويمشي، ولكن ما هو مهم هو التفاعل لمواكبه الطلبه. هنا كتطرح الاشكاليه ديال مدى جاهزيه الطلبه من ناحيه التزود بال يعني بالكمبيوتر او بالوسائل ديال التواصل. تماما. لانه كاين هذا واقع، لانه كاين الطلبه اللي هما يعني عندهم الامكانيات، ولكن هناك طلبه اللي عندهم، اغلب الطلبه اليوم كيتوفروا على سمارت فون، ولكن هناك الاشكاليه ديال الصبيب. ديال الصبيب ديال 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 الانترنت. تماما. لانه انا شخصيا مجموعه من الطلبه كيتصلوا بيا تيقول لك ما نقدوش نواكبوا يعني الاشكاليه مثلا في لي بلاتفورم المنصات البيداغوجيه بشكل يعني اريحي. نعم. لانه كيوقف احيانا وهنا كيشكل لهم بعض الصعوبات خصوصا في المناطق يعني القرويه. القرويه. والمناطق الجبليه اللي ما عندهاش يعني ما عندهمش كونيكسيون يعني او لين بار وي في او لا بار هذا. تماما. هذه فيها بعض الاشكاليات، ولهذا انا كنقول بانه هنا في جامعه المنطوفيل وهذا هو الاشكاليه اللي يعني طرحتها الاستاذه، ومهم جدا ان تكون خليه يعني محليه اللي كتواكب، لانه باش يمكن لك تعطي البديل للطلبه في حاله ما لا كان يعني عنده صعوبه في الوصول الى المعلومه عن طريق المنصات البيداغوجيه المتطوره. نعم. ربما السي السوسي عنده يعني اضافه. احنا غادي نتعرفوا على لي سوبور اللي غادي يتم اعتمادهم يعني في مواكبه يعني التعليم عن بعد. غير هو بالنسبه لك استاذ، يعني احنا كنعرفوا بلا التعليم عن بعد كينقسم للنقل المتزامن، بمعنى تيكون الاتصال والتفاعل في الوقت الحقيقي ما بين المحاضر والطالب، وكاين النقل اللامتزامن بمعنى المحاضر كيقوم يعني بنقل وتوصيل او لتوفير الماده بواسطه الفيديو الحاسوب او بوسيله ثانيه. هو يعني بالنسبه للطالب باغي يعرف واش غادي يكون التنزيل ديال الماده سو فورم دو بي دي اف، او لا غتكون فيديو، او لا غيكونوا دي لايف، او كيفاش غادي تكون الامور. شكرا على السؤال. هو اللي اسمح له في هذا الوقت ديال الحوار ديالنا. علاش؟ لان فعلا الطلبه دابا كاين هذا التخوف ديال لانكونش، اللي ما عارفينش شنو غادي يكون غدا وشنو غادي يكون بينا، ولهذا مهم كثير اننا نطمئنوا الجميع. الاستاذه الشرقاوي بدات فسرات شنو هو التدابير اللي تخدات، مي الى اكسترو امبورطون باش نفسروا شنو هو التدابير البيداغوجيه اللي تخدات، وغادي نقولوا شنو التقنيات اللي معاها اللي كتواكبها. اولا غادي نضيف على هذاك الشيء اللي شرحت له الاستاذه الشرقاوي، هو الكيفيه باش الاساتذه والمؤسسات نضمن نفسهم باش كيفاش غادي نتفاعلوا مع الطلبه ديالنا. ما جاتش تلقائي وكل استاذ كيدير اللي بالطريقه ديالو، بالعكس درنا اجتماعات من نهار وصلت هذا الخبر من نهار الجمعه، وكل شيء متجند باش كيكونوا اجتماعات اللي كينسقوا الطريقه باش غادي نتفاعلوا مع الطلبه، باش يكون واحد التنسيق كبير بين الاساتذه والمجموعات الاساتذه اللي غنسميهم المجموعات البيداغوجيه مع الطلبه ديالهم. نعم. الوغ هاد الحصص هادو اللي اكدنا عليه، لان كيف شاروا الاصدقاء المسائل البيداغوجيه والدور ديال الاستاذ راه كيعرفوا يديروه، ما يحتاجوش نناقشوه. اللي هو مهم هو التنسيق ديال كيفاش غادي نديروا في هاد الحالات اللي هي خاصه، اللي هي ما معتادها حتى واحد. وفي هذه الحالة هذه كان تأكيد على أن الجامعات خصهم يخليوا الناس يفهموا والطلبة يفهموا بأن في هذه الظروف الخاصة الجامعة اللي غتمشي عندهم للدار. إيفيكتيفمون طلبنا منهم أنهم يجلسوا في ديورهم، دابا الجامعة اللي غتنتقل عندهم والجامعة اللي غادي تدير عندهم الدروس في ديورهم. بطبيعة الحال بالمسائل اللي هضرنا عليها والتقنيات اللي هضرنا عليها اللي يمكن لها تفسر من بعد. الى جينا دابا النقطه ديال الكيفيه ديال تدبير هذا الشيء، ايفيكتيفمون فو لافي سينيالي، الادوات كثيره، كاينين لي سوبور، الموارد اللي هي في جميع
لي فورما ديالها البي دي اف باوربوينت وغيرهم والفيديو وغيره. مي اللي مهم هو الاساتذه كيحاولوا انهم يخليوا لذاك البرنامج الاسبوعي اللي عند الطالب كيطبق عنده. معناه غنفسر، الى عندنا واحد استعمال الزمن، غنهضر بمسائل اللي هي بسيطه واللي عاديه بزاف، استعمال الزمن الاسبوعي اللي عند الطالب غادي نحاولوا نبقاو فيه، غادي نحاول الطالب يبقى عنده البرنامج الاسبوعي ديال التعليم. معناه انه نهار الاثنين اللي عنده هاد الدروس غادي يوصلوه دوك الدروس ديال نهار الاثنين في نفس الساعه اللي تيدرس فيها، نفس الساعه ديالو ويبقى داك الترتيب. نعم. باش الطالب يبقى عنده الاحساس بانه مازال في الجامعه ديالو وان الجامعه ديالو كتواكبو. هذا الشيء كيتوفر باش بهذوك الاليات وهذوك الادوات اللي تطرق لهم السي الاطراسي قبيله، واللي هما المنصات ديال التعلم عن بعد. فهاد المنصات كيمكن لينا كنبرمجوا الطريقه باش كنلقيو الدروس ديالنا، نحطوا بعدا الادوات اللي هي غادا تكون، وكيفاش كنتفاعلوا معها. الوغ كيفاش كنتفاعلوا معها كيف شرتي ليها استاذه جيهان، كيمكن لينا نتفاعلوا في الوقت ان انستانتاني، في الوقت هذا كيمكن له يكون سكون ابيل لو ستريمين. هنا كاينين الادوات اللي كيسمحوا للاساتذه انهم يبرمجوا الاتصال مع الطلبه في واحد الوقت معين ويلقيو الدرس ديالهم. غتقول لي وماش كلشي الطلبه ما غيكونوش حاضرين وما عندهمش امكانيات يكونوا حاضرين، ماشي مشكل، لان اللي ما كانش حاضر كيمكن الاستاذ يسجل ذاك الدرس اللي دار وكيتحط له في وقت اخر. نعم. واللي غيناسبه هو يمكن اللي يشوفه. نعم نعم. غير بالنسبه للاستاذ المحاضره اللي تتكون في الوقت يعني. نعم. الحقيقي، واش بامكان الطلبه انهم يتفاعلوا مع الاستاذ يطرحوا اسئله اذا كانت عندهم ملاحظات او لا؟ طبيعه الحال. نعم. كيتحلوا قنوات ديال الاتصال والتبادل. هذوك القنوات بطبيعه الحال باش كيكونوا منظمين اسهل ما كاين كيكونوا مكتوبين. هذوك كانوا كنعطي اللي كانوا دو تشات. هذوك القنوات كيكونوا الطلبه كيحطوا الاسئله وفي نفس الوقت الاستاذ كيشوف الاسئله ديال الطلبه، محدو كيتكلم وكيلقي كيشوف الاسئله ديال الطلبه ويمكن يتفاعل معاهم. هذو الناس اللي حاضرين في الوقت الحاضر اللي الحقيقي ديال المحاضره، واللي ما تيسرش لهم كيقول لهم يشوفوا هذا الشيء في وقت اللي موالمهم، لان كيكون تسجيل ديال هذه المحاضرات. نعم. اذا استاذ بالنسبه للطلبه كيف ما قلت عندهم مجموعه من الاسئله، كذلك بخصوص لي طرافو ديريجي كيفاش غادي تتم الامور؟ نعم. نفس الطريقه الاساتذه راه غير هذا الصباح كانت تتمة ديال هاد اللقاءات، والاساتذه كلهم اكدوا على انهم غادي يعطوا هاد لي طرافو ديريجي وهاد الدور الاعمال المسيره. كي يوجدوا للطلبه ديالهم اولا الحلول ديال داك الشيء والتسييرات ديال داك الشيء الاعمال الموجهه، كيعطيهم التسييرات والحلول وكيوصلوها لهم، واكثر من هذا كيبقاو في تفاعل، لان كاينين الادوات كيف قلت لكم كثيره، وحنا مثلا خدينا الجامعه بن طفيل عبر هذا البريد الالكتروني المؤسساتي والادوات اللي معاه كيمكن لهم يتواصلوا اي وقت مع الاساتذه ديالهم ويحطوا الاسئله وكيكون عندهم اجوبه وكيكون تفاعل بين الجميع، بين الطلبه بنفسهم ومع الاساتذه ديالهم. واخا غادي نرجع فقط النقطه اللي كان شار ليها الاستاذ الاطرسي، يعني كيف ما قلتي الجامعه هي اللي غادي تمشي للدار عند الطلبه، وحنا عرفنا بلي غادي يتم تسخير مجموعه من الموارد يعني السمعيه والبصريه لضمان هذا الاستمراريه البيداغوجيه يعني وتحسن الدراسه لجميع الطلبه، ولكن كيف ما قال الاستاذ الاطرسي راه ماشي كاع الطلبه عندهم هذه الامكانيات، ماشي كلهم كيتوفروا مثلا على اجهزه الكترونيه، ماشي كلهم عندهم دي سمارت فون، ماشي كلهم عندهم دي زورديناتور، ماشي كلهم عندهم الامكانيات الماديه باش يكون عندهم يعني الانترنت في الدار. فهاد الحاله هادي شنو غادي دير مثلا في الاعدادي والثانوي؟ غادي يكون ذات الدروس على القنوات التلفزيونيه بالنسبه للطلبه شنو؟ نعم. بالنسبه لهذا السؤال اللي مهم في هذا الاطار، هو اننا نقوم اولا بجرد العدد هاد الطلبه اللي عندهم هاد الاشكاليه ديال عدم توفر الامكانيات، لان هاد الاشكاليه مطروحه هي باكثر حده بالنسبه للتعليم الاساسي
وهي اقل حده في التعليم الجامعي، لان الطالب ملي تيوصل للتعليم الجامعي في غالب الاحيان تيكون عنده تيلقى مجموعه من البدائل. اذا هذه الاشكاليه انا اظن انها تطرح بقوه في التعليم الابتدائي والاولي، وهي اقل حده بالنسبه للتعليم الجامعي. ولكن من يكونوا حالات موجوده قد تكون الاهميه ديالها على حسب اهميه المدينه التي تنتمي اليها الجامعه. نقدر نقولوا بانه مثلا بعض المدن غادي تكون اكثر عندها هذه الاشكاليه، بعض الجامعات اللي في واحد المدن اللي عندها واحد المجال قروي محيط بها اللي مهمه يكون عندها، واذا طلبه اللي جايين من هذا المجال قد يكون هذه الاشكاليه مطروحه باكثر شده، ولا بعض المؤسسات التعليميه. اذا هنا كنحيلوا على واحد النقطه مركزيه اللي هي خصنا نفهموا بانه الجامعه راه ماشي وحده ولكن راه هي واحد الاداره مركزيه، وتحت الاشراف ديالها كاين مجموعه ديال الادارات ديال مجموعه ديال واحد الكليات وواحد الوحدات التعليميه. اذا غادي يكونوا هنا حلول افقيه اللي غادي تتم البلوره ديالهم في على 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 مستوى رئاسه الجامعه. اذا هذاك الحلول المركزيه من بينها بريد الكتروني موحد، من بينها السهر على تنفيذ التعليمات المركزيه بالتوافق مع ما تاتي به تعليمات الوزاره الوصيه، بما فيها هذه النقطه اللي شر لها السي المستوسي، هو محاوله الحفاظ على الحصص المقرره والبرنامج الاسبوعي للتعليم، توفير الموارد بالنسبه للموارد على اختلافها يعني الدروس والاشغال التطبيقيه والحلول ديالها. غيكون واحد التوجيهات عامه موحده، وغادي يكونوا حلول مبتكره على حسب الحاجيات ديال كل مؤسسه تعليميه. الا جينا نوحدوا جميع الامور اولا لا يمكن، لان كاين واحد الاختلاف في نوعيه الطلبه، اختلاف في الاساتذه، بحال الاشغال التطبيقيه اللي كتديرهم كليات العلوم ماشي هي الاشغال التطبيقيه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. اذا هناك واحد الاختلاف اللي ما يمكنش نوحدوا لواحد الدرجه كبيره، غادي يكونوا حلول موحده، وغادي يكونوا حلول حسب الظرفيه وحسب الخاصيات ديال كل مؤسسه تعليميه. وفي هذا الاطار بحال مثلا هذه الاشكاليه ديال عدد ديال الطلبه اللي ما عندهمش هذه الوسائل الرقميه، يمكن اننا مثلا نفكروا اننا نوفروا لهم واحد المستنسخات ديال الدروس، نوفروا لهم وسائل اخرى، لما لا اذا كانوا ممكن اننا نوفروا لهم واحد درجه ديال الامان الصحي، كيفاش نوصلوا لهم الدروس بطريقه مناسبه الى يوم الى عرفنا العدد ديالهم وجربنا هاد الشريحه ديال الطلبه. اذا الكل متعلق بنوعيه هاد العدد ديال هاد الطلبه والنوعيه ديال التاطير اللي غادي يحتاجوا ليه. واخا استاذ الاطرسي، بالنسبه لهذه الاجراءات واش غادي يتم اعتمادها فقط بالنسبه للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، ولا حتى المؤسسات ذات الاستقطاب يعني المحدود حتى هي معنيه بهذا التدابير؟ هاد الاشكاليه وهاد يعني كتعيشوا في هذا الاطار هاد الازمه كتهم جميع المؤسسات بدون استثناء، وجميع الطلبه بدون استثناء من يعني السنه الاولى للاجازه حتى الدكتوره، كلشي كيهمو الامر، لانه حنا اليوم في واحد الحاله خاصه جدا، وكيظهر لي ان المغاربه كلهم متفاهمين وعارفين الخطوره ديال هذا الوباء، ولهذا انه هذا الشيء علاش كاين يعني واحد يعني الاساتذه والطلبه وجميع الموظفين مجندين بشكل تلقائي. واليوم اللي هو مهم وخصو يعرفوا الطلبه هو انه الجامعه كما سبق وشار الى الاستاذ المسوسي انها انتقلت عندهم بشكل افتراضي، هذا مهم جدا. اليوم خصنا نعرفوا بانه الطالب نطمئنوه انه نحافظوا له على التواصل ديالو مع الاستاذ ومع الاداره. اذا هذا الشيء علاش مهم جدا يكون عنده البريد الالكتروني، هو الوسيله الهامه والاساسيه والرسميه ديال التواصل. من خلال هذا البريد الالكتروني يمكن له انه يطلع على جميع المعلومات، ثم انه في حال ما اذا كان عنده شي اشكاليه غترصدوا اللجنه الخاصه، وغادي يمكن يكون عنده واحد التعامل خاص. هذا التعامل الخاص ربما كيصب في الاشكاليه انه يعني ما عندوش وسائل ديال الالكترونيه، لانه جميع الطلبه اليوم عندهم لي سمارت فون تقريبا، تنقول انا جميع الطلبه عندهم سمارت فون، واخا يكون يعني واخا يكون بسيط عنده، يمكن له يدير بريد الكتروني، ويمكن له انه على الاقل بواتساب غيتواصل، حتى لما توصلش يعني بوسائل اخرى غادي نعرفوه.
هذا نقطة أساسية. ربما النقطة كذلك الأساسية اللي هي بغيت نذكر عليها فقط هذا البريد الإلكتروني هو نفسه اللي كيسمى يعني البريد الإلكتروني الرسمي 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 اللي فيه اللي فيه اللي كيتقيد به هو اللي عنده لادريس ديال الجامعة اللي عنده لادريس ديال الجامعة سيتين ايدونتيتي ديال الجامعة. النقطة الأساسية ربما هاد الأزمة عجلت واحد المجموعة ديال المصطلحات واحد المجموعة ديال التفاعلات اللي كانت ربما حنا كنا كنتوجدوا ليها أنها غتجي في المستقبل ربما هادي غتعجل بها بما كنا كنسمعوا مثلا لكلاس انفيرسي اللي سميتو لونسينيومون إبريد إلى آخر. واحد المجموعة ديال الأساتذة كانت تسألوا ليه اليوم أصبحنا كان يعني أكثر جدية بالتعامل معه إنما لكلاس انفيرسي مهمة جدا لأنه الدور ديال الأستاذ اليوم ماشي فقط تلقين المعلومة وتلقين العلم ولكن الأساسي هو التفاعل وأنه يشرح للطلبة ويتفاعل معهم. هذا الشيء علاش يعني في القسم المعكوس لكلاس انفيرسي التدريس اللي كان حضوري اليوم غيكون عن بعد وأنه لأنه في هذه العملية ديال لكلاس انفيرسي القسم المعكوس أنه خص الطالب يجي من بعد يحضر باش يعرف الشروحات. هذه الشروحات غادي تواكبها منصات اللي هي مهيئه الجامعات منها جامعه بن طوفيل باش يمكن لها تتفاعل مع الطلبه باش تشرح لهم. وهذا الشيء علاش يعني مهم جدا اننا نمشيو اليوم مرحله بمرحله ما خصناش يعني نعطيو داك يعني لاماس ديال لافورماسيون كلها للطلبه بحال الا يعني سنه دراسيه كلها نلخصوها في حصه واحده. لا خصنا نمشيو معاهم شويه بشويه يعني في الكور ونشوفهم واش فهموا ولا ما فهموش ونعاودوا نتفاعلوا معاهم ثم كذلك الاعمال التوجيهيه نمشيو معهم نقطه بنقطه ربما غتبقى النقطه ديال اللي عالقه هي ديال الاشغال التطبيقيه يحمل الله نشوفوا الامور كيفاش تطور ونشوفوا يعني كيفاش يمكن لانه هناك كذلك بدائل حتى في الاعمال التطبيقيه يعني يكون يعني افتراضي على اساس انه الطالب على الاقل يلمس ويعرف اشنا هما يعني المعدات والوسائل والمنهجيه اللي كتعاملوا بها في الوسائل التطبيقيه في واحد يعني البرنامج خاص في واحد الموديل خاص كيفاش الطالب انه يستفيد منه باش يكون يعني عنده واحد التكامل ما بين اشغال تطبيقيه اشغال توجيهيه والدروس يعني ديال المحاضرات. نعم اذا سمحتي بغيت غير نزيد واحد على غير هذا الشيء اللي كيقول لنا السي الاطراسي هو على هذا الشيء ديال الاعمال التطبيقيه فعلا كاينين حلول افتراضيه وجامعه بن طوفيل بالخصوص ولكن ماشي بوحدها واحد المجموعه ديال الجامعات كانوا شاركوا في واحد البرنامج وطني اللي جهز واحد المجموعه ديال تقريبا 10 ديال الحصص التطبيقيه للطلبه واللي كيتوفره باش يمكن لهم يتابعوا هاد لي تي بي الاعمال التطبيقيه كيمكن لهم يتابعوها عن بعد وهي متوفره والمسائل ديالها راه غادي لاخدينا المثال ديال جامعه بن طوفيل غادي يمكن لهم يوفروها لواحد مجموعه الطلبه في واحد المجال معين اللي هو ديال الفيزيك ولكن هادشي كيمكن له يدار في مجالات اخرى. غير هادو اللي مهم بزاف والميساج اللي بغينا ندوزو للطلبه هو انه هادي راه ماشي عطله انه الطالب ياخذ درس بدرس ويهتم به كانه حاضر داخل الجامعه ويتواصل مع الاساتذه ديالو ويتواصل كذلك حتى مع الطلبه صحابه اذا يكون فيه واحد التفاعل باش ما يكونش يعني يعني راه في عطله او خد الدروس ديالو ورجع يعني راه مرتاح. لا بالنسبه لهذه المساله النقطه ديال الطالب الا ما فهمش الدرس شنو الا ما فهمش الدرس في المنصه البيداغوجيه ربما سي السوسي والاستاذ الشرقاوي هما كيفهموا هذه المسائل هذه اليوم هناك منصات متطوره جدا وكان فيها تفاعل مع الطلبه انه الطالب كيشوف الدرس ديالو كيمكن له الان عبر البريد الالكتروني كيرسل جميع المسائل اللي ما فهمهاش وكيتفاعل مع الاستاذ كياخذ واحد الوقت واحد المهله ديال الوقت وكيجمع جميع لي روكات ديال الاسئله الى اخره ويمكن له يدير معهم كاون لايف انه واحد الوقت هذا يجمع جميع الاسئله يمكن اما غيتواصل معهم يعني عن طريق الكتابه يعني ويشرح لهم عطيهم الشروحات اللي هي مهمه جدا باش يعني تجاوز هذه المرحله او يمكن له يدير معهم لايف لانه يعني الوسائل يعني متعدده اليوم ومتاحه ما فيهاش اشكاليه نهائيا خص غير يكون واحد المجهود وانه تكون مواكبه. نعم وقبيله الاستاذ رشدي المسوسي كان تكلم لي على الفيديو وقال لي بالله غادي يكون يعني التزام بواحد الوقت محدد يعني حتى المحتوى ما غاديش يتقدم بنفس الطريقه اللي كيتقدم اللي كيتدرس به مثلا في المحاضره ديال الاستاذ هادشي اللي قلتي قبيله فربما الدرس غيكون يعني
ملخص تمام. ماشي ملخص، هو غادي نقولوا لي سيركونستانس اللي دارت لنا حضرتي معنا في الواقع ديال الخدمه ديالنا يوميا كيفاش كتوقع. نعم. حضرتي الحوار اللي كان عندي مع واحد الاستاذ اللي طلب باش يسجل واحد المجموعه ديال الحصص ديالو، فعلا هو التعليم في واحد الشكل اللي ملي كيكون التعليم حضوري كاين تفاعل. استاذ الشرقاوي فسرتها قبيله، لان عندنا المعلومه على الوضعيه ديال الطالب، كنشوفوا الطالب وكاين تفاعل بين الطالب والاستاذ، الشيء اللي ما كيبقاش متوفر ملي كنوليو بهذا كنقلقوا الدروس بطريقه افتراضيه، لان الطالب الاستاذ ما كيشوفش الواقع ديال الطالب، وهذا هو اللي شويه فيه نوع من الاشكال. علاش؟ لان الطالب الا ما خديناش بيدو كيمكن له يسهى، هذا ما يفهمش، ما نعرفوش الوضعيه ديالو، ولهذا كنوصيو الاساتذه، كنطلبوا من الاساتذه انهم دوك الدروس ديالهم ما تكونش طويله، تقدر تكون ممله الا كانت طويله بزاف، وكيقسموها الجزيئات اللي هما دي فيديو قصار لواحد الوقت هذا موجز، باش كيمكن الطالب يبقى عنده الانتباه ديالو منفوت في واحد الشكل بيداغوجي واحد الوقت محدود. وهذاك الدرس اللي غادي يديروا مثلا ساعه ولا ساعه ونص غادي يمكن يقسموا لربعه وخمسه ولا سته ديال الحصص اللي هي قصيره، اللي كيمكن الطالب يكون عنده مرجع، لان هذا هو المهم في هذا الشيء الافتراضي، سي كو لي ريسورس كيبقاو ديسبونيبل. بحال الاستاذ كيولي عند ران الاشاره ديال الطالب، الطالب في الوقت اللي يحتاج كيمشي يلقى المعلومه، يلقى بغا داك لا فيديو داك الدرس اللي لقاه الاستاذ في الصباح وخدا ليه واحد الوقت وهو ما سالاش له او ما استوعبوش وبغى يعاودو ولا بغى في الوقت اللي هو مناسبو كيمكن له يعاود يرجع له ويعاود يشوفو. اذا كيولي الاستاذ على ديسبونيبيتي ديال الطالب في الوقت اللي هو مناسبو. دونك هادو كلهم حوايج اللي مهمه كيمكن كنفهموها من مورا هادشي. نعم استاذ خاطر غير الطلبه يولفوا هاد لا هو مهم لا هو مهم خصهم يولفوه، لانه هذا مهم جدا. هادشي علاش تنقولوا حنا اليوم هاد يعني المواكبه ديال التعلم او التكوين عن بعد، يعني ما بقاش يعني واحد يعني اضافه او يعني شكل ثانوي ولا اليوم انا قلت لك اليوم راه ولا ان سيبر مارشي مهم جدا، الى درجه انه يعني ولا مدير للدخل في واحد المجموعه ديال الدول. ولا منصه اليوم جاي هاد المنصات، راه اليوم كاين واحد العدد هائل جدا ديال المنصات الالكترونيه اللي هي مؤدعه عنها. اليوم خصنا نعرفوا بانه هناك واحد المجموعه ديال المنصات اللي كتسجل الطلبه فقط كتسجل الطلبه في هذا يعني التكوين عن بعد، وفيه يعني امتحانات وفيه فروض وفيه تتسلم فيه شواهد ودبلومات. اذا ما بقاش يعني شي حاجه يعني اضافيه او شي حاجه جانبيه الى اخره. اليوم الجامعه المغربيه انا كنقول هذا الشيء، هذه المساله هذه ديال التكوين عن بعد جا الوقت ديالو باش يتنمى ويتطور باش يكمل يعني التكوين الحضوري باش نمشيو في الاطار ديال الابريد. هذا مهم جدا. ابريد معناه انه غادي يكون يعني تكوين حضوري ديال الطلبه، ثم هناك افتراضي باش الطالب، لانه هذا مهم جدا كشر ليه الاستاذ المسوسي، هو انه الطالب يبقى عنده دائما ذاك المرجع، حتى لما ما فهمش كيرجع لدوك لي سيكونس وكيعاودهم، لانه بحال اللي كدير واحد الفيلم، كتشوف فيلم ربما كتفهم فيه واحد الجزء وكيبقى لك يعني اجزاء اخرى يعني ربما كترجع ليها، وربما يعني كتختار كذلك الوقت، لانه هذا التكوين عن بعد ليس ملزم لا بالزمان ولا بالمكان احيانا. نعم. يعني يمكن لك انك تشوفهم في الليل، يمكن لك تشوفهم في الصباح، يمكن لك تشوفهم في الى اخره، وما عندك راهم عندك. نعم. اذا يمكن لك تشوفهم في اي وقت، اذا انت ما ملزمش انك ديرهم في واحد الوقت محدد، وبالتالي انك عندك واحد الاريحيه ديالك باش يمكن لك تستوعبهم في الوقت المناسب. نعم اذا حنا فقط كنذكروا الطلبه كيف ما قال السيد الاستاذ المسوسي، فالدروس غيتحطوا بالتدريج يعني مع على حسب الجدول الزمني ديال كل هذا. اذا حنا غادي نستقبلوا بعد لحظات السيد محمد ضمير.
هو نائب رئيس ومكلف بالشؤون الأكاديمية والبيداغوجية، ف طلب غادي نطمنوهم يعني بخصوص هذا السنه الجامعيه مع هذا يعني الازمه اللي كيعيشها العالم يعني باسره. فالسيد محمد ضمير كيف ما قلت هو نائب رئيس مكلف بالشؤون الاكاديميه والبيداغوجيه، فقط نطمنوا الطلبه بخصوص هذا السنه الجامعيه لانه كاين تخوف وكاين بزاف ديال الطلبه تيقول لك ربما تكون هذه اون اني بلانش ولا الامتحانات ما غاديش يدار ولا يعني مجموعه من الافكار اللي كتكون عندهم مغلوطه، فاحنا نصحوها من خلالك استاذ. بدايه اود ان اشكر اذاعه مدينه اف ام على هذه المبادره المواطنه وعلى هذه المواكبه الحثيثه للجامعه المغربيه بصفه عامه. اذا هذه خطوه يعني نشكركم عليها. بالنسبه للسؤال هو سؤال يعني حاضر عند جميع المسؤولين، أن الطالب يجب أن يتمم دراسته إلى النهاية وطبعا ما هذا التواصل الآن وهذا التنسيق بين جميع الجامعات المغربية في هذا الخصوص من جهة، وبين الجامعات وبين الوزارة الوصية في هذا الشأن. ما هذه الوسائل الرقمية إلا لنتغلب عن هذا الخوف الذي يمكن أن يتسرب إلى الطالب على أنه سوف تكون هناك سنة بيضاء إلى غير ذلك. نحن نبذل جميع الجهود كما أشار إلى ذلك السيدة والأساتذة من موارد رقمية، من موارد ورقية أيضا. إذا لم يتمكن الطالب في الأماكن، وهنا أتوجه إلى الطالب المغربي بصفة عامة، يجب أن يتوجه وأن يلج المنصات الإلكترونية التي تضعها الجامعات، جامعة يعني كل طالب في الجامعة ديالو، لكي يطلع على ما تقدمه له الجامعة من خدمات. وهو عندما، وطبعا هناك تفاوتات، هناك تفاوتات بين هاد المؤسسة وهاد المؤسسة. هناك مثلا لدينا مؤسسات 100% هناك الوسائل الرقمية، هناك مؤسسات أخرى لا يمكن أن توفر هذه الخدمات، بل توفرها ب 50% أو 60%، ولكن هناك هاد 40% توفر خدمات ورقية، بمعنى أن الطالب يمكن أن يأخذ دي بوليكوب، يمكن أن مستنسخات، يمكن، المهم أن الدرس والدروس، دروس المواد ستصل إلى هذا الطالب، حتى ولو اضطررنا إلى أن يتصل بالجامعة إذا أمكن يتصل بالجامعة، ويمكن أن نضع رهن إشارته المواد التي يريد أن يأخذها، حتى ولو يعني بالتنسيق مع السلطات المحلية التي ينتمي إليها هذا الطالب. نحن الآن في خدمة الطالب، وكل ما نقوم به في الجامعة المغربية بصفة عامة، هو لكي نزيل هذا الخوف عن الطالب. فقط يجب أن يكون يعني في اتصال مباشر بالمنصات الرقمية التي كما أشرت إلى ذلك قبل قليل أن تضعها، التي تضعها الجامعة رهن إشارته. إذن أستاذ، من بعد مرور الأزمة نتمنى إن شاء الله في أقرب الأجل الدروس يعني ستستأنف بشكل العادي. نعم، صحيح أنه اليوم كنعيشوا لحظة بلحظة، كنتمنوا أنه هذه الأزمة تزول يعني في أقرب وقت ممكن، وأننا يعود الطلبة يعني للجان المقاعد ديالهم وتستأنف، وأننا ربما غنثيروا عبر كبيرة جدا من هذه الأزمة لصالح الطالب ولصالح الجامعة المغربية، ونكون غستفدنا من واحد المجموعة يعني من التكنولوجيات الحديثة، اللي ربما أحيانا كان واحد المجموعة ديال الناس كانوا كيعطوها الحجم والقيمة اللائقة بها. اليوم أصبحت يعني في عز الأزمة أنها كتحس أي واحد في العالم تحس بأنها عندها قيمة وقيمة كبيرة جدا. إذن أستاذة مريم الشخاوي، ربما آخر رسالة تبغي توجهها للطلبة قبل ما نختموا الحلقة الجديدة. آخر رسالة. نعم. قبل ما نقدم آخر رسالة، يمكن نخلي الكلمة للسيد
نائب رئيس اللي بغي نشير ليه هو انه من بعد واحد الاحصائيه هو انه جامعه ابن طفيل فيها قرابه 54,000 طالب، حنا مثلا ولا 64,000 طالب. حنا اليوم في المنصه الالكترونيه عندنا في مركز حياه الطالب لو كونت فيسبوك ديال الجامعه تيعرف واحد المشاركه واحد التتبع ديال 45,000 طالب. يعني كنشوفوا انه الطلبه اليوم هما منخرطين، هما ما نضخموش من حجم انهم منعزلين، ولا هما اليوم حاسين بشكل كبير انهم في محنه وانهم منفتحين على الجامعه ديالهم بجميع الوسائل ديالها باش يقلبوا على المعلومه، والجامعه حتى هي تتبذل جميع المجهودات باش انها توصل المعلومه باش تطمئن باش دير جميع المجهودات باش تستمر العمليه التلقينيه ويستمر التاطير. ونخلي الكلمه للسي محمد دارنا. شكرا مرة أخرى. هناك ما أشارت الأستاذة إلى ذلك، طبعا هذا الجهد هو يبذله مجموعة من الفعاليات داخل الجامعة، ليس فقط الأساتذة، طبعا هناك الأساتذة، هناك الإداريين، هناك على صعيد الجامعة، هناك ما تقوم انخراط أيضا الوزارة أيضا بكل أطرها في إنجاح هذه العملية. الطالب الآن هو كما أشرت وأنا أؤكد لأن كلامي موجه إلى الطلبة، عليهم أن يفهموا بأن هذه الوضعية هي وضعية ستمر وليست دائمة، يعني يجب أن نفكر دائما بشكل إيجابي، وأن هذه الفترة يجب أن نحترم القواعد التي تضعها الدولة يعني لكي ننهي هذه الأزمة. طبعا هذا عندما أصدرت الوزارة قرار يعني توقف الدراسة، هذه ليست يعني عطلة استثنائية، بل هناك المتابعة الدروس عن بعد. الطالب عليه أن يفهم بأنه يوم الاثنين له مجموعة من الدروس، هذه الدروس ستصله يعني وهو في منزله. إذن هذه مسألة أساسية، لكي يقوم بذلك كما أشرت يجب أن دائما أن يكون هذا الاتصال المباشر والمتصل والمتواصل بالجامعة التي ينتمي إليها. وهنا لابد أن أشكر، لأن كما أشار السي بن عيسى الأساتذة هم منخرطون في هذه العملية، لأن قمنا بمجموعة من على صعيد جامعة ابن طفيل قمنا بمجموعة من الاجتماعات يعني، وكان الاستجابة يعني فورية ومكثفة. وبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع الأساتذة بصفة عامة، أساتذة الجامعة المغربية، لأن تصلني أيضا أصداء جامعات أخرى يقومون بنفس الشيء الذي نقوم به داخل الجامعة، جامعة ابن طفيل. إذن من هذا المنبر أشكركم وأشكر جميع الأساتذة المنخرطون، لأنهم جميعهم منخرطون في هذه العملية. وأريد أن أطمئن الآباء وأن أطمئن الطلبة بأن لا خوف من ما طرحته قبل قليل من السنة البيضاء، لأننا كما تعلمون نحن هنا لكي نجعل الطالب في وضعية مريحة في بيته، يعني وخوفا على الطالب في هذه الظروف الصعبة التي تجتاح العالم برمته وليس المغرب فقط. إذن نتمنى لبلدنا مزيد من الصحة والعافية، ونتمنى أن تكون هذه أزمة عابرة، أزمة قصيرة إن شاء الله.
من السيد محمد دامير نائب رئيس المكلف بشؤون الأكاديمية والبيداغوجية. كذلك أشكر السيد رشدي المسوسي أستاذ سليم العلي ومدير المركز الجامعي للموارد المعلوماتية، والأستاذة مريم الشرقاوي أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمكلفة بمهمة الرئاسة الجامعية برئاسة الجامعة عفوا. أستاذ الأطرسي شكرا لك. إذا نحن الموعد إن شاء الله غادي يتجدد الأسبوع المقبل. مشكور حمزة خصال اللي كان معنا في الإخراج وعمر ربيزي. كانت معكم جانا قير من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.